الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتابع سلسلة حروف خط النسخ. نكتب اليوم حرف العين بوضعيه، العين اللي بيجي بعده حرف أفقي، والعين اللي بيجي بعده حرف علوي. طبعا أحرف العين وأحرف الحاء تختلف، إذا كان بعدها حرف علوي تكتب بشكل، وإذا كان بعدها حرف مستقيم أو حرف سفلي مثل كلمة غسان مثلا، كلمة عماد، كلمة من هالكلمات هاي تختلف في حال كتبنا كلمة على أو عامر أو عدي أو هيك يعني. طريقة كتابة حرف العين، ناخذ زاوية الكتابة الصحيحة، طلعنا هيك بهالشكل بهذا الاتجاه، بعدين عملنا هيك هيك، شايفين؟ هذا يسمى الحاجب، الحاجب وهو يشبه حاجب العين. وهو رسم نص لهون ما هو رسم، ولكن عادة تتمته هو رسم. بنحط القصبة في نهاية العين. شوفوا أول شيء وين اتجاهه، ما رح نشرح عنه. شوفوا جينا هيك ماشي، هلا من هون على سواته هي هيك 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 تماما، هون ارتفاع النقطة، هون انتهى عندي حرف العين. هون إذا بدي بلش بالحرف اللي بعده، إذا بدي أكتب باء أو شيء يعني، هون حرف العين نضع بقلبه نقطة واحدة فقط. شوفوا وين اتجاه هاي، اتجاه هذا نحو الأعلى، شايفين هذا المستقيم هون اتجاهه نحو الأعلى، وعندي هذا النزول لهون ماشي. نقطة تقاطع هذا مع هذا هون، إذا رسمت منه مستقيم تقريبا تتقاطع مع قمة العين ماشي. يعني إذا قسمنا العين هون إلى قسمين متساويين، وقسمنا هذا إلى ثلثين، هون تجي تماما في عين النسخ وعين الثلث. هاي مشان أحصل على الشكل النظامي هاي ماشي. من هون من بدايتها هاي لازم يكون عندي هون مساحة ضيقة وليس مساحة واسعة، هاي نقطة وهاي تنتين تمام يا شباب. هون طبعا بترك مساحة هون بينها وبين الحرف اللي بعده، ما بلصق فيها الحرف بشكل تماما. هذا حرف العين اللي بعده بيجي حرف مستقيم. العين اللي بيجي بعده حرف علوي، البداية تقريبا نفسها، اللي هو حاجب. شوفوا وين امتداده من هون، من نهايته بجيب هذا هيك، بيكون بشكل واقف أكثر، هذا نايم ماشي. شوفوا طيب امتداد هاي من هون، من هون بجيب مثل نهاية كأس النون، مثل نهاية كأس النون هيك، وهذا ارتفاع، ترتفع نقطة كمان، تتسع لنقطة. شوفوا الاتجاه، هو النقطة الصغيرة ماشي. هذا حرف العين اللي بيجي بعده ألف، أو إذا بدنا نكتب كلمة عليه أو كلمة على. نحن موضوعنا هو حرف العين.
هاي شكلين لحرف العين.